السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحين قبل ما نبداو نقول لكم صحه رمضانكم، صحه بطولكم، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا. اليوم الحصه تاعنا وين غادي، وين موقع، يعني موقع قطري، وين يكشف عن تفاصيل الحلقه الجديده من حلقات مسلسل الازمه الدائره الحاليه بين المشرف السابق والاتحاديه الجزائريه لكرة القدم الفاف. مسلسل يبدو انه سينتهي قريبا ان شاء الله، ويجب على الدوله الجزائريه بفضح يعني كل شيء، وان شاء الله بربي هذا وليد صادي يفضح، يعني ماشي نسوا على قضيه كما خرج مصطفى معزوزي يتكلم على قضيه تاع مدرب يروح للفيفا. هذه الا فخا برك داروها، يعني ما بيهمش المدرب يروح للفيفا، اقسم لكم بالله العلي العظيم. يا ذا العصابه ويا ذا الاعلام، هذا يضحكوا عليه، مدرب هذا طايح على راسه، يضحكوا عليه، يخدموا به. شو ميبغاو يخدموا به اليوم، شو كيفاش داروا له، شو كيفاش داروا له، قال لك باللي راه رايح للفيفا. هي علاه؟ هي باش ينسوا يعني الشعب وينسوا ناس على القضيه تاع قضيه خطيره، على بالكم قضيه خطيره تاع الاسباني، كيفاش جابوه، كيفاش يخدم في بارادو، كيفاش يخدم من، كيفاش هيا، والدراهم يروحوا عند ود عباس المدني، والتجنيس اللعابه، تجنيس اللعابه، كي نقول الدراهم يروحوا عند ود عباس المدني، يعني الكل اللي نعرفوهم كانوا دراهمهم ما يروحوش لفرنسا، يروحوا عند عباس المدني، يروحوا للبنكة تاع ود عباس المدني. هذه باش يكون على بالكم، تبغوا نعطوكم الاسم، نعطوكم الاسم تاع البنكة اللي يروحوا لها الدراهم تاع ود عباس المدني. من التالي كاع نحن جزائريين، وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. هذه هي من التالي كاع مقود يعني بنادم يدي 6 مليار، بنادم يدي قاعد يدي الدراهم، قاعدين يخونوا في الدراهم، وحنا يا مشي ساويين باش نشرو كسوه تاع العيد لولادنا. المخير يروح يقود، انا نتقود، نتقود نعاير. ايوا الحمد لله يا ربي، ربي شايفنا باللي نصلوا نخافوا ربي، ما نتوسوس ولاح الناس، الحمد لله يا ربي، ربي شاهد، ربي راه يشوف فينا. بصح ما تقودوش علينا، انتوما خونا كيما ذاك هذاك عامر ناصر، عامر ولا ما عرف كيسموه، قال له زوج دورو بيتحاسبوا لونترينر 7 ملايين اورو، راكم تحاسبوا فيه زوج دورو، 7 ملايين اورو زوج دورو، 7 ملايين اورو دايرها زوج دورو، دايرها زوج دورو، خاطر انتوما مستفادين، انتوما مستفادين، جاي تقودوا علينا هنايا، هيا كل واحد يروح يقود. أو اللي مشي عجباتو الهضرة تاعنا رانا هنا، ها الوطن، هذا المدرب الذي تلقى إشعار من الاتحادية أبلغته فيه بأنه في حالة استقالة من منصبه على خلفية غيابه عن الجلسة لتسوية القضية بينهما وإيجاد صيغة مناسبة لفك الارتباط. هذا المدرب، أنا نقولكم هذا المدرب يا وراهم يقصروا عليه، عصابه 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 تاع سيدي موسى، جماعته صحابه 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 اللي كان يتعشى معاهم، كانوا يبغوا الريستورو تاع البستان في مقام الشهيد، كان يكمل في الليل تربص لي زونترمو ويخرج يروح يتعشى معاهم. يعني نقول لكم ونعاود لكم والله العظيم، الا هذاك معزوزي خرج يهدر، وهذاك عامر سمير ولا ما كسموه عامر خرج يهدر، يخرجوا يهدروا، وهذا معطاوي والله ما هذا المدرب اخر اهتمام عندهم، اقسم لكم وراني صايم، اقسم لكم بالله العلي العظيم، هذا المدرب اخر اهتمام تاعهم، هذا المدرب اخر اهتمام تاعهم، اخر اهتمام تاعهم هذا المدرب، هما بهم جماعتهم، جماعه تاع الفيرما لي خونوا 1855 مليار، وخلاو 55 مليار كريدي، كملوا 1055 مليار كملوها، وخلاو 55 مليار يعني مديونيه، وزيد هذه كانت باينه، زيد ضربوك هذا اسبانيولي، وزيد 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 مديونيه، حتى هذه 7 ملايين اورو فانيك زيدها، وين راهي رايحه، زيدوا عليها. شو كيفاش جاو يخرجوا، يعني يديروا يوجهوا
يعني الرأي العام تاع الفيفا، المدرب الفيفا هو متفاهم معاهم، المدرب الفيفا ومنا منا باش ينسوا على تاع اسبانيولي. انا نطلب من الدولة الجزائرية اسبانيولي قدامكم، وهذاك ما ينجمش يروح للفيفا. انتوما عارفين، هو عارف وكاع الناس عارفة، على ما يروحش للفيفا. هذه هي، هذا المدرب وين تلقى إشعار من الاتحاد أبلغته فيه بأنه في حال استقالته من منصبه على خلفية غيابه عن الجلسة لتسوية القضية بينهما وإيجاد صيغة مناسبة لفك الارتباط، الاتحاد الجزائري لم يبلغ لم يبلغ هذا المدرب بشكل واضح وصريح في إشعاره المراسل بإقالته أو فسخ عقده، ولكنه ذكره بأنه كان يملك موعد مع رئيس الاتحاد وليد صادي لحل المشكلة، وبأن عدم حضوره إلى موعد وعدم رده على المراسلة يجعل الفاف تعتبره مستقيل من منصبه. أبوندونا البوست متالي. المدرب يرفض الرحيل عن منصبه كمدرب لمنتخب الجزائر، بل والمتماسك به في وقت الذي بشرت فيه الجزائر لعب دو ماتش فلاديمير وكلش، هو مازال يقارع ومازال يكذبوا عليه، جماعته يكذبوا عليه، يقولوا له اصبر في سبتمبر غادي تكون انت هو المدرب تاع المنتخب الوطني. المدرب مازال يعتبر نفسه مدرب رسمي، وبأن مهمته ومشروعه مع المنتخب لم يكتمل، ولذلك فإن هدفه البقاء في منصبه، بل ويرفض مجرد التفكير في الرحيل إلى غاية نهاية عقده المستمر حتى نهاية عام 2026، ما دام أن الفاف لم تراسل له إشعار رسمي بإقالة من منصبه. وماذا جبنا مدرب فلاديمير هذا؟ ثم كي جبنا كارطيات، هذه كارطيات ما هيش كارطيات. مدرب لم يستوعب حتى الآن الطريقة التي استبعد بها من تدريب المنتخب الجزائري بعد إقصاء هذا الأخير من الدور مجموعات كأس أمم إفريقيا أمام من؟ أمام موريتانيا. المدرب يرفض أن أي وساطة أو تدخل في أطراف أخرى في هذه القضية، وينتظر تعيين من مدرب جديد للخوض من أجل الرد، أم إما عن طريق كشف موقفه عن من قضايا أو قيام بخطوة قانونية وهي الذهاب إلى الفيفا. ليه ما يروح رسالة؟ ليه؟ فكرت واحد الرئيس عهدة تاع رئيس فانيك، يعني بالك كيما راهم يكذبوا عليه، قال له بالك ينتظر اتصال هاتفي من جهة معينة تعيده إلى منصبه. كان كيما قالوا هذه هي، غير حنا برك ما نصبروش، خاطر الجايات 3 نقاط وفي 2027 نجيبوا 4 نقاط نتأهلوا للدور الثاني. هذه هي، غير حنا ماشي باغيين نصبروا. هذه هي، يعني يحوسوا باش يكملوا مشروع إقصاء من كأس العالم وتهديم منتخب أكثر من راهو مهدم، مخلاوه مهدم. هذه هي، هذه ما ناس لو انت مدرب طاوه اين شونس تاع خرجت الباعي، ما روحناش كوب دي موند اين شونس، ما روحناش ما فتناش امام موريتانيا، اين ثلاث خطرات عطاوه دعم، والتاليه صورتو التاليه تا بنادم راح لي راح سكتو باين تاع الاتحاد، يا ما كاش لي يهدر سكتو، ها واحد يهدر صح، قالك سكتو واحد ما يهدرش سكتنا صح معليش. من بعد راحوا داروا كيسموه يا ربي، داروا الاخرى تارامبوس 10 ايام يا ودي خلينا نتفرجوا في الكيب تاعنا، قال لك ما كاش لي يتفرج غمضوا عينيكم صح ما كاش يا ودي خلينا نشوفو غي اونترينمون، لا قال لك كاين جوساسة يا ودي مزيه، كاين موريتانيا مزيه، جات موريتانيا وكثر خير اي كابي اي كابي، هذو اي كابي قلع لهم الغشاء وما نضروشي، تا جات موريتانيا، جات موريتانيا ما صعبو ما يديرو، ولاو محصلين في بالشيخ، موريتانيا حصلوها في بالشيخ، والله لا حصلو في بالشيخ، نتوما شفتو هذي، والله لا حصلو في بالشيخ. أنا نقولكم حصلوا في بالشيخ، قالك بالشيخ دار ضغوطات، ها باش تعرف تاعي، بالشيخ دار ضغوطات، زين.
كلش يجي في وقته كلش. با تعرفوا انا نقولكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صعيتو.